علاقتك مع والدك الله يرحمه كان يغلب عليها الصداقة، فهل حابب أنك أنت تكون صديق لابنك خالد؟ لا، أبوي سواه على مرحلتين. سوالي في البداية أب، بعدين سوى شفت لما كبرت صار صديق. هو لازم في البداية يعطيك الأب لين تصير تدخل الثانوية، تصير كبير آدمي، تعدى مراهقتك، هضمك لفريق الأصدقاء. قبلها لا، أنا ما أثق فيك لين تصير آدمي. راح تتبع نفس الأسلوب مع خالد؟ أحس ودي بس ما أعرف. طب خلينا طب نمتحنه بقى حقيقي. خلينا نديله كم سيناريو كده نشوف كده يمكن. أنا في مضرب هنا بدي أقوله إيش فيه. بص، إحنا أنا عارفة إنه لسه بدري جدا على العبارات اللي إحنا هنقولها دي أنت تفكر فيها، بس أوكي. إيه يعني نشوف إيه اللي هيحصل يا رب. طيب دلوقتي أنا هندي لك عبارات، عندك دلوقتي مضرب أوكي مكتوب عليه أب وصديق أوكي، فأنا هدي لك عبارة أو موقف وأنت تقول هتكون هنا أب ولا صديق. ماشي؟ حلو ماشي يلا. طيب ثانية واحدة. ابنك رجع البيت ومعاه شهادة من مدرسة فيها احنا زي ما بنقول كحكة ساقط مثلا في مواد أو حاجة، هتعمل إيه؟ هتتعامل معاه كإيه؟ أب ولا؟ يعني أب؟ لا أب. هو هتعامل معاه كأب. طب لو حسيت إن تون صوته عالي حبتين عليكم برضه أب؟ ماشي زين. لو رفض اختياراتك انت ووالدته للملابس ستايله والملابس وهاي الامور، تحتاج دبلوماسيه الموضوع صديق. حلو نمشي له شوي. زين، طلع ويا اصدقائه ورجع متاخر، ينفع اسوي هذه وهذه مع بعض؟ ممكن اصير ابوه صديق بالوسط. اصير ابوه صديق. طب لو اختار انه بعد المدرسه ما يكمل دراسته ويتبع شغفه في الموسيقى والفن، أقول له نصيحة كصديق. طب حلو. لو اختار زوجة ما كنت أنت ووالدته مقتنعين إنها مناسبة لي، عاد هذه سؤال بنعرف بصراحة رأيك. خالد هتكبر في يوم ما إن شاء الله، وإن شاء الله الله يعطيك العمر يعطيني العمر، وهتأخذ واحدة. لو شمعت في جدار ارجع شوف الحلقة دي وتذكر إن كنت صديقك وقلت لك لا. حلوة. خليه يرجع للارشيف البرنامج. مسجل عبر الزمن. طيب لو طلب انه يظل معتمد عليك ماديا الين ما يلاقي المهنة اللي ممكن تتناسب مع شغفه، حكون صديق. طب لو اختار انه يسافر ويستقل عنك انت وامه وهو بعمر صغير، يعني اعطيني عمر، يعني خلينا نقول بعمر 16 سنة. ليه يا خوي تروح؟ ما احنا في البيت هنا حلوين ليه؟ كلمه كصديق، خليك معنا، انا اعرف برا مو حلو. بما انك سجلت لقطه للزمن، فبعد 15 20 سنه طبعا ولدك هيشوف المقابله هذه. الله يمد في عمرنا وعمره يا رب. جميل. طلع في الكاميرا. في اشياء هتكون انت مره حاسس انها عظيمه وحتطرد وراها لانك مراهق، بس هتكتشف بعد فتره انها ولا شيء. فهدي يعني حلوة قوي النصيحة دي وحقيقية جدا.